هنرجع حبيبنا غالي الشيخ محمد عيد، ولكن عاوز يعني ابدا مع حبيبنا غالي الشيخ عبد الناصر بلتاجي. الشيخ عبد الناصر بنتكلم النهارده عن دلالات المحبه في ثاني حلقات برنامج الشباب والعيد، وبنتكلم عن خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام. عاوزين بس نوضح للمشاهدين ليه بنتكلم عن دلالات المحبه. لو جينا يعني بحثنا كده، لما لقب الخليل ابراهيم بالخليل؟ فالخله هي شده المحبه، فهذا ما نعنيه في حلقه اليوم. ولكن بدايه عاوزين نعرف المشاهدين ماذا نعني بدلالات المحبه، وما هي تعريف المحبه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، حياكم الله دكتور محمود، رفع الله قدرك في الدارين. المحبه لا يحدها حد، فهي في ذاتها لا تحتاج الى تعريف. فقد صدق العلامة ابن القيم رحمه الله حيث قال: إذا وصفت بتعريف ما زادها التعريف إلا خفاء وجفاء. فالمحبة في ذاتها لا تحتاج إلى وصف، فهي القلب الهائم، الميل الدائم بالقلب الهائم. جميل. وهي إذا وهي إذا غرست في القلب أثمرت أنواع الثمار. قال ابن القيم: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى، لا يحجبها دونها شيء. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالمحبة لا تحتاج إلى تعريف، بل هي في ذاتها تعريف وتوصيف. المحبة هي ربط بين القلوب بعضها البعض، وهي وليدة النظرة إذا التقت بمثيلها، يعني إذا التقت العين بالعين ولدت المحبة. فتبحث المحبة عن مكان لتستقر فيه، فلا تجد إلا لب القلب. صدق من قال: نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا. ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. وقال آخر: فوالله لا أدري أنفسي ألومها على الحب أم عيني المشؤومة أم قلبي؟ فإن لمت قلبي قال لي العين أبصرت، وإن لمت عيني قالت الذنب للقلب. فيا عيني وقلبي قد تقاسمتما دمي، فيا رب كن عونا على العين والقلب. الله الله، جميل، رائع رائع. لذلك استحق الخليل الرحمن إبراهيم أن يلقب بالخليل. نعم. لشدة نعم. حبه لله وتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. نعم. لذلك ابتلاه الله تبارك وتعالى في ولده حتى لا يكون في قلبه إلا هو سبحانه. صحيح. وتعالى. صحيح. طيب، لو قلنا يا شيخ عبد الناصر، يعني هل المحبة أقسام؟ نعم، تنقسم المحبة إلى عدة أقسام. أول قسم فيها وهو أعلاها، محبة الله تبارك وتعالى. ومحبة الله تبارك وتعالى يحدها ثلاثة أشياء: تعظيم أمره سبحانه، واجتناب نهيه، والوقوف عند حده. فمن تعظيم الأمر ما فعله خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما تعلق بابنه وبدأ يلعب معه ويمرح معه ويذهب معه ويروح معه. أراد الله تبارك وتعالى لهذا القلب الذي ما عاش إلا بالله، أراد الله أن يعيده إليه مرة أخرى، وأن يخليه من كل حب. فأصل محبة الله أن يمتلئ قلبك حبا له وتعظيما له، ولا يكون في قلبك ما كان إلا هو سبحانه وتعالى. حتى وإن تعلق قلبك بحب أشخاص فهذا أمر وارد، لكن لا يلهيك حبك للأشخاص عن حبك لله سبحانه وتعالى، ولا يحملك حبك لزوجتك أو لأبنائك أو للناس من حولك، لا يحملوك إلى أن يبعدوك عن جناب الله جل جلاله. فأصل الحب هو حب الله عز وجل. لما اشتاق إبراهيم إلى الولد
تقول الروايات أنه بلغ 86 سنة، ولك أن تتخيل عمرا كهذا في اشتياق لفلذة الكبد ونور الفؤاد. فلما من الله عز وجل عليه بإسماعيل المبارك من هاجر التي هاجرت معه وزوجته من مصر في القضية المعروفة، كانت سارة لا تنجب، فوهبت سارة هاجر لإبراهيم أن يتزوجها لينجب منها، وبالفعل أنجب منها غلامه المبارك إسماعيل أبو العرب. فلما بلغ معه السعي، وهنا مناط المحبة أو اكتمال المحبة، يتعلق قلب الأب بابنه متى سعى معه، صحيح، أصبح يسنده في هذه الحياة. صحيح، حتى بلغتنا يعني العامية إنجاز التعبير بقى دراعه اليمين. صحيح، ماشي معه في كل حاجة، تعلق به القلب. والله أراد أن يعيده إليه، فأمره بذبحه من خلال رؤية، والرؤية هي صورة من صور الوحي. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إيه رأيك في الموضوع ده؟ والله يا دكتور محمود لو قيلت لشاب من شبابنا اليوم لتهكم على والده. سبقتني، كنت لسه نفس السؤال. لو قيل هذا السؤال أو عرض هذا السؤال لأحد ما في زماننا، بل وإن عرض أقل من هذا، نعم، يتهم الأب بالجنون، نعم، ويتهم بالتخلف، ويتهم بكل التهم، إذ أنه ما أراد إلا بالحب. نعم. وممكن يا شيخ عبد الناصر نعكس بقى السؤال، الأب نفسه، نعم، يعني كل أب دلوقتي بيشوفنا دلوقتي، نعم، يسأل نفس السؤال، هل هو لو مكان خليل الرحمن إبراهيم وعرض عليه هذا الأمر وقد تعلق قلبه بولده وفلذة كبده، هل سيلبي نداء الله تبارك وتعالى؟ سيلبي أمر الله تبارك وتعالى؟ الآن كثير يقول لك آه طبعا ده أمر ربنا، هذا أعترض، بس اسأل نفسك هل دي حقيقة؟ ممكن ساعة الجد وساعة الفعل ليست الحقيقة. نعم، لأن الحقيقة دعني أقول، لو أن إنسانا له طفل صغير، نعم، وفي ليلة ممطرة بكى الغلام، فلما قام لينظر فإذا بالولد مريض، الحل الطبيب، فيقوم مسرع في الطرقات، وقد انتشر المطر ووقفت الشوارع عن المرور، فلكن الابن مريض لازم أروح بيه للدكتور دلوقتي. طب خلينا أقول لك بقى دلوقتي، لو ربنا سبحانه وتعالى نادى عليك في جوف الليل هتقوم؟ بكل أسف نرى الكل ساعة بس، طب نصف ساعة، 10 دقائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن تقلب ورق المصحف أو أن تصلي ركعتين، هل تجيب؟ لا يجيب إلا من امتلأ قلبه حبا لله عز وجل وتعظيما لأمره. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هل هنا إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، هل يعرض الأمر على ولده بما أنه يأخذ رأيه، أم أنه سيلبي، أم أنه يريد من ولده أمرا آخر؟ أن يستسلم هو الآخر لأمر الله تبارك وتعالى. صحيح، هو الأصل أنه قام لالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى، نعم، لكنه أراد أن يلتزم بأمر الله عن حب. فالحب مش أن أنا أقوم لوحدي بالأمر، لا، ده أنا عاوزك أنت تشاركني استجابة الأمر. يعني كده في الحالتين الأمر هينفذ، 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 سواء كان وافق إسماعيل أو حتى رفض، سينفذ. صحيح، سينفذ، نعم، صحيح. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، أنا خادم لربي، أنا ملتزم بأمره متى أمر. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني، وهنا لطيفة جميلة جدا يا شيخ محمود، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقدم المشيئة ليه؟ لعله لا يصبر. صحيح، فعدم صبره مع تقديمه للمشيئة معصية، إنما يسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يصبر كان الأمر متعلقا بالله. الله جميل، سبحانه وتعالى. أحسنت أصيلا، نعم. في صحيح البخاري حديث، جزاكم الله خيرا، حديث عن نبي الله سليمان، حديث في غاية الروعة، ووالله لولا أني قرأت الحديث بنفسي ما صدقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تنجب كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله. فطاف على 100 امرأة فلم تنجب إلا واحدة، وأنجبت نصف إنسان. قال النبي معلقا على هذا: فوالذي نفسي بيده لو استثنى، يعني لو قال إن شاء الله، لأنجبت كل واحدة فارس
يجاهد في سبيل الله. ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. أحسنت يا شيخ، نفع الله بك. أرجع لك مرة أخرى.